الخيلي تكريما لعوين الصحة على المجهودات اللي قاموا بها. وانت دكتور تابعت خاصة الحالات الخطيرة تجيكم قسم العش الكوفيد في الغالبة، ربما ذكريات فيها الحاجات المؤلمة لكن أكيد فيها حاجات ممتعة فيها رسالة إنسانية. نقدم رحي، بارك الله فيك أخويا ناجح، بارك الله في قناة حياة فين. كان دكتور سلاح السباي، أستاذ مبرز في النعاش والتخدير، رئيس قسم النعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن جزار. دونك حاليا نحن عندنا قسم النعاش كوفيد بلا غالبة تحت الإشراف نتاعنا. دونك اليوم إن شاء الله مش تقوموا بتكريم الأطباء الشبان اللي هما لي ريزيدون لي زانتيرن اللي كانوا يشتغلوا في قسم الكوفيد بالمستشفى الميداني، واترافير او معناها نكرموا جميع عوان الصحه، جميع اللي شاركوا في العمل الجبار هذايا في جائحه كوفيد في المستشفى الميداني بالقيروان اللي حل لنا مشكله كبيره بطاقه استيعاب تجاوزت ساعات 70 سرير. يعني مش باش نكرموا كان لي ريزيدون، خاطر لا بريزون شارج دا مالاد كوفيد ولا اي مريض يعني تتطلب بلوزيور مايون دون شين، يعني حلقات كثيره من السلسله وكلهم مترابطين وكلهم لازمين. نبدا اول حاجه نشكر لي زوفري اي لي زوفريير، يعني نضافه حاجه واللي جين حاجه مهمه ياسر في بريزون شارج وشاك مالاد اي سبيسيالمون لي مالاد كوفيد. هذه عباد معناها قدمت صدوراتها في نقول انا حرب، خاطر هي بالفعل حرب ضد جائحه، يعني جائحه اللي اجتاحت العالم الكل وكانت عندها تأثيرات كبيرة في جميع بلدان العالم. يعني أول حاجة نشكر ليزوفريير، نشكر الإطار الشبه الطبي للعمل الجبالي قوموا به، لأن الطبيب يقعد شوية وقت مع المريض يعمل الفيزيت نتاعه ويعطي لي كونسيني ويمشي، معظم الوقت نتاع المريض يعديه مع الباراميديكال اللي هو الممرض ولا مساعد الممرض وإلا التقني الاستعجال ولا التقني التخدير. يعني نشكرهم اللي كادر باراميديكو على المجهود الجبار اللي عملوه وعلى تحملهم مسؤولية كبيرة على الصعيد النفسي، لأنه مش سهل أنك تأخذ ديمالات دي أنشارج ديمالات كوفيد، يعني سي تروماتيزون سي البلان بسيكولوجيك. تشوف في عباد قدامك قاعدة تغفق، نقوله بلغتنا نحن قاعدة يعني محتاجة للنفس. هذه يمثل فريمون أن تروماتيزم بسيكولوجيك كبير ياسر للي ما عاشهاش ما ينجمش يحسها، اللي عاشوها نشكرهم برشا ونقول لهم بارك الله فيكم على المجهودات الجبارة اللي عملتها. نشكر الاطباء الشبان لي ريزيدون لي زانتيرن زاد على المجهودات الجباره وتحملهم مسؤوليه، يعني في دوبيت كارير مازالوا هما كيبداو يعني الكارير نتاعهم وتحملوا مسؤوليه، انا بالنسبه لي انا مسؤوليه كبيره ومسؤوليه جسيمه، اللي ساعات يعجز طبيب يعني كبير في السن ولا في الخبره يعجز انه يتحملها. نشكرهم برشا، نشكر المسؤولين زاد اللي وفروا التجهيزات والامكانيات بور لا بريزون شارج دو سي مالاد، من اداره مستشفى، من الاداره الجهويه، من وزاره الصحه، كلهم مشكورين، فارماسي سنترال كلهم مشكورين على التجهيزات وعلى المعدات اللي توفرت باش نقوموا بالبريزون شارج تاع المرضى هذا، واللي نعرفوا ناس كل اللي لا بريزون شارج اللي توتالمون غراتويت. يعني وزاره الصحه مشكوره في الظروف الحاليه بتاع البلاد وظروف مش كان على تونس، ظروف على العالم اجمع، يعني ظروف صعيبه شويه سي البلان على الصعيد الاقتصادي، يعني لما وزاره الصحه توفر لك الامكانيات هذه هي مشكورة. نشكر المسؤول الأول على وزارة الصحة سيد وزير الصحة، وأترافير سيد وزير الصحة نشكر جميع المسؤولين حتى النص والإدارة الجهوية وإدارة المستشفيات، بارك الله فيك. ربما في انتظار زادة الافتتاح أو الاحتفال كما هكا بقسم الإنعاش في الأغابة يكون قسم إنعاش طبي. والله قسم الإنعاش الجراحي في الأغابة الإنعاش والتخدير، الحمد لله يا ربي نحن بدينا خذينا بارتي من قسم الجراحة رجال اثناء جائحه كوفيد واشتغلنا فيها، يعني مرضى الكوفيد اسره اكسجين واسره انعاش، وتحول الدنيرمون الى قسم انعاش بالتمام والكمال، يعني كي خذينا المعدات اللي كانت على ذمه الاداره الجهويه واللي كانت موجوده بالمستشفى العسكري الميداني، بعد تحول المستشفى العسكري الميداني من ولايه القيروان يعني استرجعنا المعدات هذه واللي مكنتنا باش نحولوا القسم هذا الى قسم انعاش ينجم يستوعب 12 سرير مجهز تماما، يعني نقولوا بلغتنا 12 ليدو ريا مونتي بالسرير التنفس الاصطناعي بالمونيتور دي سيرفيونس بالكولون دي بوسوناك. مشكوره وزاره الصحه، مشكورين الاداره الجهويه واداره المستشفى على توفير هذه المعدات الثقيله، ومشكورين لي دوناتور زاد اللي عاونونا برشا في القسم هذا، وان شاء الله باذن الله في قادم الايام القسم هذا مش يقع افتتاح وقت توفى جائحه كوفيد
يتحول لقسم انعاش جراحي يعني للاعتناء بالمرضى اللي حالتهم مختلفه كما حوادث الطرقات كما لي شيدوتور في العمل كما اللي مالات شيرجيكو يعني اللي يعملوا عمليات خطيره ولا عمليات طويله ولا يكون ترام تاع المريض صعيب شويه. دونك هذا قسم انعاش جراحي مش مثل دفعه كبير لوحده الاختصاص الجراحيه بالاغالبه والولايه القيروان. ان شاء الله القادم خير.